بعض الازواج يعملوا حاجه مش لطيفه ان يجي يقول لزوجته انت بتثقي فيا ولا لا السؤال غلط الثقه ما بتحصلش لدى الزوجه بسؤال وجواب لكن بتحصل بالعشره وعشان كده الثقه من بين الزوجين بتخلي علاقاتهم ببعض اهدى واكثر استقرارا لما كل واحد فيهم يعمل ايه يكون واثق في التاني السيدة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الثقة بزوجته يقول على السيدة خديجة إنه كان واثق فيها فلما حصل لما حصل له نزل عليه الوحي راح للسيدة خديجة فقال لها دثروني دثروني زملوني زملوني فشوف بقى مدى ثقة السيدة خديجة في رسول الله فقالت له هو قال لها لقد خشيت على نفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقالت له السيدة خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق شوف مدى ثقتها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هتكلم عن حبيبها حتى الآن لم يكن نزل الوحي على رسول الله فإيه اللي حاصل شوف مدى والنبي النبي صلى الله عليه وسلم وثق فيها فلما عرضت عليه ان يذهب الى ورقه بن نوفل وافق ثقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رايها هذه الثقه ثقه عجيبه ولذلك اتبنت ولذلك السيده عائشه لما جت تتكلم على السيده خديجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقته بها لا, لا لا تنتهي فبدا فظهرت ثقته حتى بعد انتقالها قالت له لقد ابدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدنا الله خيرا منها شوف مدى الثقة العميقة التي بين رسول الله وبين السيدة خديجة استمرت حتى بعد الموت فقال لقد واستني بمالها حين منعني الناس وصدقتني حين كذبني الناس يا ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اللي تبنى بينهم تبنى بالعشرة ولذلك أكتر حاجة تبني الثقة هي العشرة طب تعالوا نشوف بقى إذا كنا عايزين نتمرن بقى على مهارة بناء الثقة الزوجية نعمل إيه؟ هنعمل شوية إجراءات. أول إجراء إجراء يبدو لكتير من الناس بعيد عن هذه الإيه؟ عن هذه المهارة، لكن هو إجراء في صلب هذه المهارة، وده بيحتاج إن الواحد يمسك لسانه شوية. ومحتاج إن الواحد يكبح جماح ذلك الإفراط في الأحكام والنقد ولذلك أول إجراء أو أول سلوك عشان تكون أنت بتبني الثقة بينك وبين زوجتك وبينك وبين زوجك تجنب الأحكام ما حدش يحكم على التاني ليه طيب؟ إحنا مش في محكمة من أول بص بص الأزواج وبعد كده يجوا يسألوا هو إحنا ليه مش واثقين من بعض؟ من أول لحظة هي عيني خايفة إن هو هيحكم بإيه على الأكل بتاعي والحمد لله الرجاله ما بتكتبش خبر. اول ما تحط الاكل يقول ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه, إيه القرف؟ طب خلاص ما وهي اول ما يجي اول ما يجي متاخر. كنت فين؟ احنا هنبتدي؟ ها؟ مفيش ثقه. احكام احكام احكام. لا لازم يثق فيها. ولازم عدم اطلاق الاحكام هو اللي بيخلي الناس يبتدوا رحله الثقه وكان ايه اللي حاصل؟ عدم إطلاق الأحكام بيعمل إيه؟ بيكسر حاجة اسمها الصور النمطية الاستيريوتايب يكسر الصور النمطية اللي عند كل واحد فيهم ويخلي الصفات السلبية تتلاشى فنبدأ على النظافة نبدأ على إيه؟ نبدأ على طهارة من كل الصور الذهنية التي تضعف الثقة في الآخر فلا للأحكام